مرحبا بكم حكيمة بنت العاصمة معكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. واليوم كيما نهار اليوم راني حابه يعني نحضر معكم كرومبيط دولما. كيما تعرفوا الكرومبيط راهو في فصل الشتاء يعني حاضر، ويعني كي صبت الشتاء الكرومبيط يجي بنين بالبزاف. كي نحضروه بعد يعني هاد الوجبه تاع اليوم اللي يعني حنحضرها معكم. شوفوا انا هنايا عندي هذا الراس تاع كرومبيط كيما راكم تشوفوا، انا هنا مازال كاع ما غسلتوش، نحيلو كاع الورقه شويه اللي ما تكونش مليحه ما نديرهاش، ونبدا يعني كيما تعرفوا نحو الراس هو الشيء اللي بسم الله نسبقوا الراس هو النحو، ما ينزمش نديرو، ونحو بالورقه حتى يتنحل كامل كيما راكم تشوفوا. نفتحوه غير بشويه، حنا الورق هادو نحابرو عليهم علاش على خاطرش هما اللي رانا حين نديرو الدولمه تاعنا، يعني نسيو نحو غير شويه كيما راكم تشوفوا. هاد القصب هادو يعني يكونوا يا شويه ما نسحقوهمش، وخلوا يعني الورقه تاع كرومبيط تاعنا خلوها بهذا الشكل. وانا هنا كيما راكم تشوفوا راني درت الماء درتو يغلي، ودرت مغيفه تاع الخل والملح، والكرومبيط انا تاعي مانيش حنغليه، رانا رايحين نحو بالورقه ونغسلو ونغمقوه في الماء هذيك 5 دقائق ونحو. غير نشوفوا الورقه يعني تلقت روحها، انا تماك واش ندير، نصفي الكرومبيط تاعي مليح نصفيه حتى يتنحلوا كاع داك الماء، يعني ما نغلوش، يعني نقول لكم هادي نديروها واحد 5 دقائق برك ونحو. بالنسبه للمقادير الكرومبيط دولما نسحقوا يعني لحم المفروم كيما راكم تشوفوا، يعني كميه ماشي كبيره بزاف، وندخلوا لها المعدنوس والبصل، ندير شويه بصل. وبالنسبه تاني للحشو تاعنا نديروا زوج مغارف تاع الرز، والتوابل نسحقوا غير فلفل الكحل والقرفه. وبالنسبه للمرقه نسحقوا البصل ونترافقها الحميصه، وتوابل اللي درناهم يعني في الحشو نديروهم يعني في المرقه. وفي الاخير يعني نسحقوا القارص، لازم يكون حاضر مع ديك الرشه تاع المعدنوس، وهذه اختياريه ما حبيتش نقول لكم. انا في الاخير المرقه تاعو تجي شويه يعني فاتحه، انا نفضل واش ندير، يعني نفضل ندير شويه مغيفه يعني تاع لا كريم فريش، يعني الكريمه سائله، ولي ما عندوش يقدر يعوضها بمغيفه فارينه. هذيك في الاخير نوري لكم يعني كيفاش تقدروا تحضروا الفارينه باش نزيدوها يعني للمرقه تاع الطبق هذا اللي راحين نوجدوه. ودوك ان شاء الله نبداو على بركه الله. انا هنا عندي يعني كميه تاع اللحم يعني لاباس عليها، تقدر دير لي يعني هذاك راس كرومبيط كاع نقدروا نعمروا به، على خاطرش انا راني حنزكيها بشويه بصل بسم الله، يعني نزكو الطبق تاعنا ما نديروش غير اللحم، ونديرو شويه تاع المعدنوس هذيك الرشه، ونستعمل هذوك زوج مغارف تاع الرز، يعني نحبطوهم مليح كاع الرز نديروه. انا الرز درتو يعني خضر. وبالنسبه للتوابل قلت لكم ماشي حاجه كبيره، حنديروا غير فلفل الكحل، ناخذ نوري لكم كيفاش راح نديروا يعني في فم المغرفه تاع القهوه، ما استعملوش بزاف علاش على خاطر انا حنديروا في المرقه باش المرقه تاعنا ما تجيش كحله مام القرفه. وناخذوا هذيك الحبه تاع البيض بسم الله، ناخذوها على الطرف يعني على بالنا البيض راهو مليح، بصح لازم نتاكدوا ويعني ندخلوا كاع دوك المكونات ونخلوا اللحم تاعنا يرتاح. شوفوا يعني الكرومبيط تاعنا الورق تاعو كيفاش قلت لكم، يعني نخلوه هكا واقف يعني ما ينسبش نغلوه، يعني راني ناكدت لكم خلوه بهذا الشكل. انا هنا دوك نبداو نوجدوا هذيك المرقه تاع دول الكرومبيط، انا رايحين نبداو يعني نديرو في المرقه تاعنا. ناخذوا هذاك البصل، يعني البصل تكون كميه كبيره يعني باش المرقه تاعنا ما تجيناش طافيه. قلت لكم يعني لازم البصل تكون حتى زوج بصلات، يعني كيما راكم تشوفوا البصل لازم تكون كميه لاباس عليها. وناخذ هنا 4 مغارف تاع الزيت، يعني 4 مغارف ما تقولش بزاف، يعني حاجه كميه غير صغيره. وناخذوا شويه ملح، يعني توابل ما نديروش اول شيء، نروح يعني نقلي كاع البصل تاعي ونعاودوا له ان شاء الله. كميه تاع الحميصه نستعمل كميه غير صغيره،
وانتو تقدروا يعني تزيدوا شويه، يعني انا البصل تاعي يتجمر وندير الحميصه تاعي، يعني نحب الملح الحميصه نحب نجمرها. حنا شوفوا يعني الطبق تاعنا راه يتجمر، انا دوك ندير ليزيبيس تاعي راني التوابل، انا حين نديرو شوفو مغيفة تاع الفلفل الكحل، يعني ديما انا نميزيلي بهاد الكمية، والقرفة ما نكتروش، علاش باش يعني المرقة تاعنا ما تجيناش كحلة، نحبو المرقة تجي شوية بيضة، ونخلو يعني ديما الطبق تاعنا يتجمر. شوفوا يعني كيفاش الطبق تاعي راه تجمر خلاص، انا هنا دوك راني حنمرق، انا هنا خديت الكميه تاع الماء بسله غير شويه، ما نديروش على مناقص كيما نقولوا، ديروا زوج كيسان يعني ولا خص نزيدوا شويه الماء، علاش؟ على خاطرش الكرومبيط هاد الكرومبيط حنا قلت لكم غمقناه في الماء، هو يعني يطلق الماء، يعني الطبق تاعنا ما نديروش ماهي بزاف، ونقصوا على الفرنو تاعنا، ودوك رايحين نبداو نحضرو في يعني نعمرو في الكرومبيط تاعنا. انا حين شدو الورق تاعنا شوفوا تاع الكرومبيط، دوك نوريكم انا مانيش حندير كلش، يعني هادو نحوهم ونبداو يعني كما راكم تشوفوا، نوريكم كيفاش انا راني حنطويه، وناخذوا الكميه تاع اللحم يعني هكذا، ناخذوها بهذا الشكل نديروها هكذا في الوسط كما راكم تشوفوا، يعني قدر بالكم بسم الله، انا راني حنطويه هكذا كما راكم تشوفوا، خلوه هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، نديرو بهذا الشكل ونكملوا الحبه الثانيه، يعني ساهل، ومين ما تشوفوش يعني القصب يعني هادو باش ما يجوناش يعني واعرين، نحو يعني كميه غير صغيره ماشي كبيره، وناخذوا يعني ديما لا فيونداشي تاعنا ديروا لها ديما هاد الشكل، يعني نقربوها شويه هكذا ما نديروهاش من هاد الجهه، نديروها ديما في الوسط، ونغلقوا هكذا على الكرومبيط تاعنا، يعني ماكو تشوفوا انا نفضل نديرو هكذا، ونزيد الحبه الثالثه معاكم كيما هنا شوفوا، نحي شويه هذا باش ما يعني ما الورقه يعني ما تتقطع الناش، ناخذوا الكميه وديما نطويو هكذا، هكذا ونكملوا يعني كاع الطريقه بهذا الشكل، وحتى نكمل يعني كاع نعمرو. شوفوا يعني حنا كملنا عمرنا الكرومبيط تاعنا كيما راكم تشوفوا، انا ما بقالي هنايا غير نبدا يعني ندير في الكرومبيط تاعي، والما قلت لكم يعني التمرقه اللي مذقت بها مانيش راحين نزيدو بسم الله، وكي نكونوا نديرو في الكرومبيط تاعنا يعني نديروه غير بشويه كيما راكم تشوفوا، يعني هنا بهذا الشكل ما يتحلليش، غلقته مليح، مي يعني ديما ما نديروش يعني بالمغاوله، يعني الطبخ كاع ناخذوا له وقت ما نغاولوش فيه، ما راكم تشوفوا وهو راهو فيه الماء كيما راكم تشوفوا، يعني مازال فيه الماء، والكرومبيط علاش قلت لكم يعني ما نديروش ماهي بزاف، على خاطرش هو ديجا يطلق الماء، حنا كيما راكم تشوفوا نديروا له هاد يعني العمليه، ونخلو الطبق تاعنا يطيب غير على نار قليله. شوفوا يعني الكرومبيط تاعنا حنا طاب خلاص، دوك انا راني حوش راني حندير، انا عندي هنايا يعني قلت لكم تقدروا تعوضوها بالفارينه، انا هنا يعني كي عندي هاد لا كريم فريش يعني الكريمه السائله، راني حناخذ يعني غير هكذا مغرفه كبيره يعني كيما راكم تشوفوا، وناخذ شويه تاع المرقه، شوفوا المرقه تاعو تجي يعني طافيه كيما راكم تشوفوا، ما تجيش عاقده، علاش نديروا الفارينه ولا نديروا الكريمه، يعني كيما راكم تشوفوا يعني، ونحلوا هذيك الكريمه تاعنا مليحه، نحلوها يعني بيان يعني كيما راكم تشوفوا، يعني واش راني ندير، نحلها مليح في هذيك المرقه يعني، ونديرها علاش نديروا هاد الكريمه، هاد الكريمه يعني هي رايحه تقل لنا المرقه تاعنا تاع الكرومبيط كيما راكم تشوفوا،
يعني وانا هنايا نخلي هذيك 10 دقائق، يعني قسمه تغلي 10 دقائق، وحنا الكرومبي تاعنا راهو طاب، نوريو لكم الدولمه تاعنا حاضره معكم ان شاء الله. هاي الدولمه تاعنا راهي حاضره معكم، يعني شوفوا يعني المرقه تاعها ما جاتش معايا بزاف، يعني هذيك الكريمه يعني زادت عقدت لنا المرقه، ويعني كما قلت لكم يعني هاد الدولمه راهي حاضره معكم، وراكم شفتوا طريقتي كيفاش وجدتها. والكرومبيط يعني راهو في فصل الشتاء يعني يكون مليح، تقدروا يعني هاد الطبق تحضروه، ويعني صدقوني تقدروا يعني الضياف يجوكم على غفله تقدروا يعني تقدموه، ويعني طبق بنين. وناس زمان احنا كانوا يعني نديروا هاد الطبق يعني ما قدوش ننساوه. وانا اليوم راني فكرتكم في الدولمه تاعي كيفاش حضرتها بطريقتي، وان شاء الله كنت خفيفه عليكم، ونقول لكم جمعه مباركه، ونتلاقاو في وصفات واحده اخرى باذن الله.